السلام ومرحبا بالناس الكل. اليوم باش نحكيو على مدام يمينة الزغلامي والانترفيو اللي عملته مع الصباح نيوز. مدام يمينة الزغلامي تبشرنا اللي فما امكانيه النهضه باش تعاود ترجع، مي في ثوب جديد خلي جديده، معناها باش تبدل الاسم نتاعها واسم المؤسسه نتاعها بما فيهم مجلس الشورى. وتقول القياديه زاد اللي النهضه فكره متصله في القواعد الانتخابيه نتاعها، فكره متجذره في عقول التوانسه، ومعناها عندهم امكانيه انهم يفوزوا زاد في الانتخابات المره الجايه. من الناس هذوما ما حبوش يفهموا اللي التوانسه كل فقوا بهم، التوانسه كل عرفوا حقيقتهم، اللي في الحبس في الحبس، واللي كذا كذا، واللي هارب هارب، واللي الناس هذوما مازال عندهم امل اللي هما مازالوا باش يمصوا الدم التوانسه، مازالوا باش يدخلوا الفساد لتونس. بعد تونس بدات تنضاف وتونس بدات تشد الطريق الصحيح، يبدو يحاولوا يرجعوا من اول وجديد ويقفلوا على الناس ببساطة بالكذب والتفاهات نتاعهم. حاب نقول مدام يمين الزغلامي اللي ما روش حتى اسم جديد حركه النهضه السابقه، بل اسم حركه سامحونا، ان شاء الله الناس تسامحكم.